السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم طبق جديد فريد من نوعه. اليوم ان شاء الله غندير لكم المكرونه. هذا النوع من المكرونه اللي سميتو الفراشه، ها هو هكا كتكون بحال شكل الفراشه. وهذا ان شاء الله اللي غادي هو هذه هي الرئيسي ديال الطبق اليوم. بسم الله. كنحتاجوا ان شاء الله دنجال، هذا الدنجال درت انا هنايا دنجاله وحده كبيره، كبر من هذه، كبر من هذه شويه، ها كتبان هكا كثيره هي غير وحده ولكن كبيره. كنحتاجوا الدنجال، كنحتاجوا البصله مع الثومه، ها هما. كنحتاجوا الربيع، كنحتاجوا موتزاريلا، كنحتاجوا داك الابزار، كنحتاجوا شويه تاع الملحه، ها هي هنا درتها لداخل بسم الله الملحه. كنحتاجوا داك الحرور اللي كنبغي دائما كنقول لكم كيبقى اختيار ديالكم. نحتاجوا زيت الزيتون، نحتاجوا مطيشه، مطيشه ديال القرعه، ها هذه تاع القرعه. كنبداو بسم الله، توكلنا على الله، هذا ما غادي نحتاجوش ديجا مقطعينها. بسم الله، بسم الله. نديرو الزيت هو اللون، الزيت ممكن نخلطوه، ماشي نديرو على زيت الزيتون، نخلطوه بزيت تاع الزيت العاديه. المهم زيت الزيتون كيكون ضروري مهم، باش راكم عارفين زيت الزيتون تاع زيت الزيتون كيجي مزيان. ونبدا ندير داك شويه التومه هي الاولى باش تطلق لنا داك المذاق ديالها. بسم الله، هنا غنزيد شويه تاع الزيت العاديه، كنكثر واحد شويه مع الدنجال كيشرب الزيت. الدنجال كتقطعوا بحال هكا طريفات، واخا كتشوفوها كيبان لكم كثير، هو راه كيعكي مع يطيب، وهذا كينزل ما كيبقاش بزاف، كيولي غير قليل بلا ما يخلعكم كثير بزاف. دابا غادي نزيدو ديك اسمها البصله تاع ديك الصحه شويه مع الثومه. بسم الله، نخليها تنزل شويه ديك البصله واحد شويه باش تعطي داك المذاق ديالها، عاد نزيدو عليها الدنجال. لما نزلت لنا واحد شويه السميته البصله، حنا غنزيدو لها دوك الدنجال ان شاء الله، حتى هو خصو يتقلى شويه يتشحى حتى ينزل. انا باغا نزيد شويه ندير لك معاهم الملحه. بسم الله، بسم الله، شويه ديال التخميره وشويه ديال البزار، ها شويه تاع البزار، متكتروش بزاف. غنغطي عليه ونخليه حتى هو تينزل شويه، عاد باش نزيد عليه داك هاد القرعه تاع المطيشه ان شاء الله. كما كما كتشوفوا هذيك الطلبه الجميله ديالنا، ها هي نزلت داك الدنجال قرب يطيب نزل، هانتوما نبين لكم مزيان، ما بقاش كيبان كثير بزاف، ها هو نزل، مازال غادي ينزل بزاف اكثر من اللي نديروا عليه. دابا غنديروا عليه مطيشه. بسم الله، هادو مازال غادي ندير ليهم الماء باش حيت الماطيشة خاطرة. بسم الله،
كندير جوجات باش يلا داك لاصوص يقدني ديك السباكي، نيت شويه الماء باش ما تجينيش خاطره. قربت تقريبا جايه اكثر من نص قرعه تاع الماء اللي زدت. هذه يلا تجي بسم الله. صافي دابا غادي نزيد فيها حتى تولي تغلي، وملي تولي تغلي غنقص عليها نخليها تطيب على خاطرها. هكا وباقاش ليا خاطر، زدت فيها قرعة تاع الماء باقا خاطر. او هذا الربيع غادي نخليه من بعد ملي تقرب طيب ونبين تفعل عليه غادي نزيد هذا، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ملي تقرب طيب غادي نسلق السباكيتي. كتشوفوا دابا غادي درت الماء يغلى لهذيك لهذا الفرفال اللي بغيت ندير طيب. ديجا درت فيه الماء درت فيه الملحه، دابا غادي نديرها تسلق. بسم الله. بسم الله. وكنخليوها طيب نص طايبه، ماشي ما نخليهاش طيب بزاف حتى تعجن، كنديروها نص طايبه حيت باقي غادي طيب عاوتاني بداك لاصوص اللي حنايا اللي وجدنا. وهذا الربيع هذا اللي المعدنوس غادي نديرو دابا في هاد لاصوص اللي وجدت ولا السوغو ولا بسم الله عشويه ونحيدو، يعني ما غاديش يبقى يطيب بزاف. هما كما كتشوفوا السباكيتي ها هي ديجا المكرونه ديجا سلقتها نص سلقه كما قلت لكم، ولاصوص هو موجود. دابا بسم الله غادي نبداو. عندنا الموتزاريلا وواحد شويه تاع الزعتر والفرماج تاع الاخر ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نبداو فاش نكملوا بحال شكل بسم الله بحال شكل لازانيا بسم الله. بعد ما درت الطبقة الأخيرة ودرت فيها شوية ديال الزعتر، دابا غادي ندير شوية تاع الفرماج فوق هاديك الموتزاريلا نيت اللي بقات لي اللي درت من الفوق. صافي وندخلها للفران. أنا الفران ديجا عندي شاعل سخون. هو الطبق ديالنا الشكل النهائي ديالو كيف جا، شتوك تجي كيجي ما شاء الله زوين، وكتجي معلكة. وإن شاء الله يكون يعجبكم وتجربوها إن شاء الله،
وشكرا لكم والسلام عليكم.